أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن إنهاء الانقلاب والعودة إلى المسار السياسي والسلام هو الكفيل بوضع حد للأزمة الإنسانية في اليمن، وقال إن الكارثة الإنسانية في اليمن تعتبر نتيجة من نتائج الانقلاب على السلطة الشرعية وما سبقها وما تلاها من حرب، مشيرا إلى أنه لا يمكن فصل الوضع الإنساني عن مسبباته. جاء ذلك في اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئة الأركان العامة للدول الأعضاء في التحالف لدعم الشرعية في اليمن اليوم في الرياض. وأوضح المخلافي أن المخطط الإيراني يستهدف المنطقة برمتها، وقال رسالة الحكومة الشرعية والتحالف منذ البداية هي رسالة سلام، وأيدينا ممدودة للسلام، وقدمنا عفوا التنازلات رغبة في السلام. وأشاد المخلافي بالتحالف العربي وقال إن أولى نتائج عمليات التحالف العربي هي وقف انهيار الدولة اليمنية. وأكد المخلافي أن مشروع الميليشيا الطائفي المدعوم من إيران غير قابل للحوار، وأن المسار الأممي هو الوحيد لحل الأزمة اليمنية. تمثلت أولى نتائج عمليات التحالف وقف انهيار الدولة اليمنية وصولا لاستعادة 80% من الأراضي اليمنية بفضل الله، ثم بفضل التضحيات التي قدمتها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتضحيات الجنود والضباط البواسل لدول التحالف الذين سالت دماءهم في جبال ووديان وصحراء اليمن واختلطت بدماء أشقائهم اليمنيين، ليبقى اليمن حصنا عربيا إسلاميا منيعا، ويبقى أهله أحرارا أباة أعزاء.